ديت انا عمر 5 اسئله يا ماما، بقول لك ان ديت تعرف النتورك بورشن والهوست بورشن ازاي؟ لما يجي لك سلاش اي رقم زي سلاش 18 زي ما انت شفت كده، بتعمل كده، تجيب مع ايدك الشمال بتعد الوحايد، تمام؟ بتعد الوحايد، كل اوكتت كل بيت فيها 8 وحايد او 8 خانات يعني، يبقى 8 و8 16 يتبقى 2، كل 8 وحايد ب 255. الناس تراجع كويس قوي التحولات فروم باينري تو اللي هي فروم باينري تو ديسيمال والعكس، ولازم الاله الحاسبه عشان ما تحولش في الامتحان. يبقى 8 بس 8 دكتور، 8 هي مش الوحيد دي تمن بيبقى عدد ال انا يعني المفروض لو على الرقم اللي على اليمين خالص بيبقى لو عدد الوحيد هو عدد ثمانية. بص يا باشمهندس، السب نتس او النتورك نمبر. ايوه بس ديت دي معناها النتورك بورشن، ادي 8 وحايد، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 8 وحايد، 8 وحايد يبقى 8 8 16 يبقى 2 اهم، وبالاخرانيه خالص بوينت 0. هم المفروض 4 اوكتت اللي هم 4 بايت يعني، كل بايت 8 بت. فما باجي اعد النوتيشن دي اللي هي سلاش 18 بعدها من على الشمال، 8 و8 16 يتبقى 2، كل 8 وحايد ب 255. عشان كده انا ترجمتها قلت 255 255 بوينت. تعالى نحسب بقى كده، دي 2 كام؟ 0 1 2 0 1 2 4 5. انتوا عارفين طبعا التحويلات بتبقى ازاي يا شباب؟ ما تعرفش تحولهم. 1 2 من على اليمين، 1 2 4 اللي هو الاكسبوننشال بتاع 2 64 8 16 بالظبط كده، 1 2 4 8 16 32 64، هم المفروض 8 بت بالظبط كده، والاخرانيه 128. حفظوها كده واشتغلوها جامد، اسمعوا الفيديو بس دي هتبقى احسن. السكرين شغاله يا جماعه؟ قلت له يا باشمهندس لا، الدكتور بتشرح الشات. سامع هو ايه اللي اتشرح ده اصلا؟ اتشرح ايه يا باشمهندس؟ ده انا بكلم على فكره، انا مخليها المعيدين بقالهم اسبوعين بيحلوا في الحاجات دي بقالهم اسبوعين عشان نخلص الموضوع ده، بيحلوا في الحاجات دي. لا دكتور على فكره، هي يعني باشمهندسه نادين شرحت لنا الموضوع مش بالتعمق لدرجه سبيشال كيس. يعني مثلا الفكره في ايه؟ ان هو ان هو مثلا الجزء اللي على اليمين احنا خدنا الجزء اللي على اليمين خالص، ان انا مثلا انا يعني انا ممكن اعمل لحضرتك شير سكرين للسلايد يعني اوري لحضرتك الجزئيه دي، بس هي الفكره في ايه؟ ان هو الجزء اللي على اليمين ده مثلا احنا بنعرف منه اجي اما اعمل سب نيتنج اعرف انا هيبقى عندي كام نتورك بقانون معين اللي هو هيبقى يعني 2 باور النمبر اوف وانز في اللاست اوكتت. ماشي تمام. لا مش من قال اللاست اوكتت؟ من قال كده؟ مين دي حكى لك؟ مش لاست اوكتت. ممكن يا دكتور اعمل شير سلايد؟ طيب عشان بس عشان اعمل السب نيتنج براحه خالص كده، عشان اعمل السب نيتنج اوكي. في عندي حاجتين، الحاجه الاولانيه لو انا اصلا بشتغل في ايه، في الديفولت كلاسز، الكلاسز دي بسيطه خالص، هو قسم الكلاسز عموما. تعالى نجيبها من الاول خالص، النتورك ادرس مقسوم لجزئين مش نصين، جزئين بمعنى في جزء ساعات هما المفروض النتورك ادرس عباره عن 4 بايت 32 بت، بس في مجال النتورك هنا في الشبكات بنقول عليها ايه، اوكتت، كل بايت بنسميه اوكتت. تمام. بنعمل ايه في الاربعه اوكتت دولت بقى؟ في منهم جزء اسمه النتورك بورشن، وفي منهم جزء اسمه الايه، الهوست بورشن. ايه حكايه النتورك والهوست دولت؟ ببساطه خالص، النتورك بورشن دي نقدر نقول عنوان الشبكه اللي مثلا ايه، المعمل كله مشترك فيها، العماره كلها، الفرع كله، بيبقى لنا كلنا عنوان واحد بس، وبعد كده كل واحد فينا له عنوان ايه، شخصي. بمعنى انا مثلا عملت مثلا في المعمل نتورك صغيره كده، يبقى عنوان المعمل ده مثلا 192.168.1 واحد، واخر اخر اوكتت بقى هو انا بقى انا هتغير عنك عندي كده اللي هو ايه، 25 جهاز ب 25 اي بي، لكن كلنا مشتركين في جزء معين وبنختلف في جزء واحد بس. فما اجي اقسم كلاسز، عندي كلاس A وكلاس B وA وC ودي، ده بورشن بتاع جزء النتورك هو اول اوكتت. وما بقول الاوكتت بنعد دايما من على الشمال، ما تعدش من على اليمين، بنعد من على الشمال. ده اول اوكتت هو النتورك، والباقي خالص هو الهوست. علشان كده الكلاس ايه ده بتاخد هوستس كتير، تاخد اعداد كتير من الهوستس. اوكي. جه بعد كده كلاس بي قال لك نص ونص، يعني 2 و2. كلاس سي قال لك 3 و1، 3 و1 يعني 3 اوكتت للنتورك، واحد بس الهوست. عشان كده كلاس سي دكتور
كتير قوي. لو مثلا عايز اعمل في المكتب في الشركه بتاعتي كل ايه كل فرع او اسمها كل قسم له نتورك خاص بيه. لو احنا عبينا نقسم بقى انت ليك اسرائيز معين, انت تدخل على النت, انت تدخل على الفايلات ديت, انت تعمل كذا. انا عايز اقسم النتورك بتاعتي بمزاجي يعني. فالسبنيتنج بقى هي دي فكره تقسيم النتورك. لو انا ما ادانيش سلاش جنب الاي بي زي انا كنت عامل لك مثلا شويه, مثلا كانت سلاش كام, كانت 24 او كده, هشتغل بالديفولت. ايه هو الديفولت؟ هبص لفين اهي, هبص الاول اوكتت من على الشمال برد اول اوكتت لاي 172 دي, هبص معروف الكلاسز محفوظه من ايه مثلا من 1 ل 127, البي 128 ل 192 ليها ارقام معينه كده. لو بصيت انا هعرف على طول ايه الادرس ده تبع انهي كلاس, واقدر اعرفه ايه النتورك بورشن قد ايه والهوست بورشن قد ايه. الطريقه الثانيه ان هو اصلا بيديك سلاش ويديك حطك هو ايه رقم زي اللي مكتوب قدامك 24, يحط لك 20, يحط لك 18. معنى كده ان هو قال لك خلاص ده سبنت ماسك قد ايه, هو هيحدد. يعني ايه سبنت ماسك؟ ببساطه خالص بعمل انا عارف السبنت ماسك, يعني الرقم ده هو عدد البيتس الموجوده في النتورك بورشن, وبعملها من على ايدي الشمال زي ما وريتكم شويه. بعد من على ايدي الشمال وبعد ازاي, كل اوكتت بياخد 8 خانات, يعني 8 وحايد 8 وحايد وهكذا لحد ما بقى الرقم خلص. عشان كده ما يجيلك مثلا سلاش 18 8 و8 و2 8 و8 16. مش معنى 8 لان قلت لك الايه المفروض ان الاوكتت فيها 8 بت, يبقى 8 وحايد 8 وحايد يبقى 2. وده ما انا بعد من على الشمال يبقى رقم زي ما وريتك كده, يبقى ايه واحدين من على الشمال وكمل صفار لو انت عايز تعرف كده. يعني انا باخد 8 لو رقم اقل من 8 ما بحطه صفر. مفيش اصلا هيجيب لك ازاي بقى, اصل المفروض يبقى النتورك بورشن. يعني اما حضرتك قلت 18 8 و8 هحط واحدين, الباقي ده طالما ما كملش 8 بستبعد. بس اهم حاجه اصفار ايه بس, وانت بتكتب بتكتب منين؟ الاثنين من على الشمال مش من على اليمين, تفرق موت صح. انك حطيت الاثنين من على الشمال هيبقى الرقم طبعا على بعض. انت شايف كده كام؟ 0 0 المهم من الاخر يعني هيبقى كام؟ 64 زائد 128 صح. اوكي 190 190 الرقم ده 190. فاهم الفكره اقصد ايه؟ طب دكتور هو ممكن حضرتك يعني لو تشرح لنا على مثال عشان برضه احنا مش مجمعين بالصوت بس. انا قصدت ان انا اشرح واسيب الموضوع ده واسجله ان انا شرحه بالقلم. انا مش بعرف ارفع بالقلم الرقم ده. بص اهي اهي انا قلت لك من شويه كان السلاش 18. انا بحب اعرف عايز اعرف السبنت ماسك قد ايه, الماسكنج قد ايه. من على الشمال نعد كده يبقى 8 8 2 0, وكل رقم من ده له من ده كده ده عدد الوحايد. اوكي فلما حبيت اعملها زي ما انا عامله لك فوق كده 8 وحايد 8 وحايد وفي الاخر ايه واحدين 6 صفار كملتها تمام. كل 8 وحايد ب 255, كل 8 وحايد ب 255. معايا بقى ايه الرقم الاخير ده كام؟ واحدين وبعدين 6 صفار 1 2 3 4 5 6 تمام. عايز افكر انا رقم بايب 255 255 الرقم ده يطلع لك كام لو عملته؟ طبعا اخر بتتين هم 64 و128 128 و64 مش هيطلع كام يا شباب؟ خايف انا في الجامع شويه لا لحد. ايوه 192 والله. طب انا فاتره يا جماعه الله يخليك يا شباب. يبقى ده المسطع تاني كده الحته بتاعت 192 يبقى. طب هو معلش هو ليه يعني حاطط ال يعني الارقام في اللي هو في الثيرد اوكتت يعني بدايتها من على الشمال مش في الثيرد اوكتت حاجه. انا ما جت معايا ان انا عملت سلاش طبعا. هندسه يا دكتور اخر حته بس دي هي تحويله من فوق لتحت ده 255 صفار. بص الثاني السلاش سلاش ديت الرقم اللي بعدها ده عدد الوحايد في النتورك بورش عشان اعرف النتورك قد ايه والهوست قد ايه تمام. فباجي اعملها في المساله بعد من على الشمال خليك في 10 معايا دي 10 ديت يبقى كل اوكتت كل بت بزور بايت تاخد 8 وحايد يبقى 8 2 0 0 ده انا حبيت انا بحل ال 10 دلوقتي. ال 8 8 وحايد 1 2 3 4 7 8 6 8 وحايد نقطه واحدين 6 صفار 0 0 ما اخدت 0 0 ما نرجع بيه كل 8 وحايد ب 255
الواحدين دي لسه عاملينها من شويه كانت 192 0 0، فيبقى هو ده الماسك ده خالص غير الديفولت ماسك اللي احنا متعودين هو عليه. في يا باش... يا دكتور يعني شو شرب المايك طيب الحمد لله عملت ميوت اول. ثانية يا دكتور، ثانية يا دكتور معلش، من اول يعني العشرة دي بقسمها اول بايت بثمانية صح؟ اه بعد كده بعد كده اكملها بقى كام بقى؟ اثنين. تمام، الثمانية دي بقى بمثلها في اربع وحايد. اه لا تمن والاثنين. اثنين، ما هم تمانية قدامك اهو، تمن وحاجة. تمام، تمن وحايد، الاثنين وحدين والباقي بقى بحط صفار. عامل ايه؟ ما فيش تاني خلاص، الوحايد خلصوا. لما تمام، اجي التمن وحايد دايما ب255. تمام، الحتة بقى بتاع الوحيدين دول الرقمين دول جم منين؟ التمن وحايد ب255 جم منين؟ ببساطة خالص، لما تيجي نحول فروم باينري تو ديسيمال، من رقم من على اليمين 1 2 4 8 16 108 ابتدى 32 64 128. اسمع الفيديو اللي انا مسجلاه لان حل المساله بالقلم فبين الدنيا شويه، القلم موضح الدنيا. انا مش عارفه نفسي اعرف التي ما بتدخلش هنا ليه. الفيديو الفيديو فين طيب؟ انا جربها هنا. بص استنوا كده يا شباب، اما عاكس في التاب من كده ده يدخل، استنوني دقيقه كده كده التاب ما بيطلعش من جنبي، انا كل شغلي عليها ساعات بيعلق مع التيم معرفش ليه. ثواني كده هيفتح اهوت ونشوف كده، لو ربنا هداه يدخل مع التيم نبقى عملها فينا جميله كلنا ونحل المساله بالقلم. تمام، المشكلة بس اللي هي يعني كل تمن وحيد تمام ب 255، ال 192 دي ما انا الرقم اهوت من على الشمال وحدين ست صفار، لما جيت احول بحول بقى من على اليمين 1 2 4 8 اخر بتتين هم 64 128، يطلعوا في الاخر الرقم ده. طب دكتور هو معلش، اول اي بي حضرتك كتبتيه ده يعني ممكن بس يعني بخطوات بس حضرتك تشرح لنا تاني، بس هو ليه هوست؟ ابحث عن التيم ثانية واحدة. ده هيس تاني، هو بيهيس اول ما افتح له التيم يهيس، مش عارفة ليه. دكتور هو الـ variable لينس علينا ولا الـ fixed بس؟ هي باشمهندسة دينا شرحت لنا من ضمن مسائل السبنيتنج، شرحت لنا الـ variable لينس اللي هو بنقسم ال ايوه بتقسم بتعمل القسم بنقسم اللي هو جزء الاجزاء. تمام، بنقسم مش الفاريبل، احنا بنسميها مساله الديزاين. لا مش عليكم الديزاين، انا بقول لك الفاريبل ده هي اسمها مساله عندنا احنا بنسميها مساله الديزاين. هي كاتباها فاريبل فاريبل انس. ماشي انا عندي اصل احنا عندنا بنسميها مساله الديزاين. لا انا شايف ان عندكم مساله الديزاين. ما انا دخلت ازاي من على التيم؟ هو دكتور يعني مش لازم بالقلم، يعني لو حتى في موديل انسر لمساله وحضرتك يعني تشرح لنا عليها. تمام، فايل المكان ده بعت لك فايل المسائل معاك 170 مساله محلولين، ابعت لكم حاضر. لا حضرتك تحدد لنا ايه المسائل اللي هيجي منها. انت بنرجع لورا. طب استنى ماشي ثواني، ادي النتورك. النتورك الكليه فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ما ادري النتورك ده السبنيتنج صح؟ اي بي ادريسنج. افتح لكم الفيديو ونشتغل عليه. عملنا ده اي بي ده ايه؟ ده انهي واحد؟ ده فيرست ولاست، ده كلاسز. سبع صفحات التاني كافشة صفحات اهو ده. هو ده مرفوع يا دكتور؟ اللي هو التفصيل بالبتاع، عايزين فايل الأسئلة 26 صفحة سؤال محلولين دول بالتفصيل ارفعوا لكم عادي. لا احنا عايزين الأسئلة اللي علينا بس، يعني المسائل اللي هيجي منها عشان ضيق الوقت بس. اه
دي قلوبك. ماشي حاضر، سهله برضو. سهله، انا هرفعها لكم دلوقتي، بس زي ما بقول لك كده خليك بس معايا كده. ادي المساله من عليكم، حته السبنيت ماسك اول واحده خالص، اللي هي الجزء بتاع ازاي الاي بي اللي قدامك ده تعرف اذا كان هو هوست عادي ولا نتورك ولا برودكاست. ما هو فانت بتبص على الجزء الاخراني، تمام اوكي، اللي هو الايه النتورك 250 سلاش 24 ده اللي هو نتورك هنا. بورشن، بص على نتورك بورشن يعني بتشوفه ايه. فبصوا اوصل التاب لو يعملها معايا، انا ممكن ايه احل لكم شويه كام مساله، وانا هحلهم اصلا في الفيديو. اسمع الفيديو بس يا باشمهندس، لو في اي حاجه كده كده مع بعض بنتكلم. هو ممكن بس المثال ده دكتور، يعني اللي هو كان 172 17 4 250 سلاش 24 ده، يعني اتفك ازاي؟ بس عشان مش فاهم يعني، لا يعني 250 سلاش 24 دي بس هتفك ازاي تاني؟ بس يعني طب يا دكتور الفيديو ده فين؟ بص هتلاقوا اسمه Lecture 8 Network Addressing في كده الفان الفيسبوك. تاني معلش 127 عشان فوق قوي ده نتورك. أول واحدة، أول مثال. ما هو بعيدة أنا عني، طلعت فوق، استنى كده ناخدها تاني. يعني عندنا هو ده كان السؤال، تمام؟ آدي 172 طبعا الهوست الماسكينج هيبقى كده. تركز انا طلعت الماسك ده منين؟ هو هو مدينا 24 واحد تمام. من على الشمال 8 8 8 كل 8 255 255 255 وخلاص كده من الاخر يعني، تمام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ اي رقم فوق ال 158 فوق ال 255 انا بحولوش، ما بحولوش يعني ايه؟ يعني ما بحولوش فورم باينري، في اسمها ايه النهارده؟ فورم ايه؟ فروم 4 ديسيمال تو باينري. اسمها تو باينري، سيبوه زي ما هو. تمام. يعني ال 172 17 4 ما تحولهوش، احنا بس هنحول 205 200 ايه 250. اوكي، ال 250 تعال نحولها كده مع بعض. تحول ازاي 255؟ انت تعرف يا شباب 255 200 ايه 250 سوري 250 ناقص 128 يبقى 122، تمام اقصى كده، ناقص 64 ناقص 32. هو في حاجة بعد 64؟ هو دكتور ما برضه ما هو يعني كله ما للأسف عدا الواحد 18 والأربعة، 4 كل كبير أوي. واحد عدا الواحد والأربعة. هو أنا كتبت كده، كل واحد ما عدا الواحد والأربعة، صح؟ الواحد والأربعة يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، الواحد بصفر، 1 2 3 4 آخر اتنين بصفر، آخر اتنين بصفار، يبقى العكس 2 5 ثواني كده 172 17. علشان كده بحب هو معلش يا دكتور، هو انا اشمعنى حولت ال 250؟ بص يا باشمهندس، اللي فوق 255 ما تحولوش. ليه؟ لان طب اند الاند مع اي حاجه فيها واحد هي نفس الحاجه، طب اكني بعمل ما هو ما انا ما عنديش حاجه فوق ال 255 في الاي بي ده. ازاي؟ 3 يعني انا في يا باشمهندس دي ايه 255 255 255 0 تمام، وفوقها 172 17 4 250، يعني اول 3 اوكتت قصادهم 255، ما احنا بنرمي على الشمال. طب وال 255 ال 255 255 صفر ده بيبقى جيفن يعني؟ لا ما في سلاش 24 اهي، ما انا جبتها من سلاش 24. يعني السلاش 24 دي اللي انا وصلت بيها لل 3255 0. بالظبط 8 8 8 تمام. وبعد كده بقى بحول ال الباقي. ليه بحول الباقي؟ عشان اعرف دلوقتي يبقى انا عرفت من الاخر خالص ان 172 17 4 ده النتورك بورشن، ده بتاع النتورك ماليش دعوه بيه. طب وانا ازاي وصلت بال 24 3 255 0؟ يا باشمهندس ال 24 دي عدد الوحايد اللي في النتورك بورشن، بعدها من على الشمال كل اوكتت او كل بايت بياخد 8 8 و8 و8 3 في 8 ب 24، وكل 8 وحايد ب 255. ماشي، ما هو كده اربع تمن وحايد. تمام، يبقى أربعة ليه؟ المفروض ثلاثة بس، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. تمام. طب والزيرو اللي في الاخر ده بحط كده؟ هو الأوكتيت، ما الأوكتيت الأخرانية ما فيهاش حاجة، هسيبها فاضية. فطالما هو تحت ال 255 هحول بقى ال 250 دي تعالى يا باشمهندس لباينري. ثواني ثواني كده، نعمل ايه؟ نعمل شير لكل موجود. طب يا دكتور نكنسل النقطة دي وخلاص. لا نكنسل فين؟ الامتحان راح المعهد اساسا، انت فاكر؟
عن راح كان طيب والله ابن عمي. سلمت يا باشمهندس. تعالى يا باشمهندس، ها طب الناس هي شايفة النقطة دي اللود. جاية عليها حاجات كتير يعني. أنا مش عايز النقطة دي خالص باش منها يا باشمهندس، ركز معايا، مش عايز ايه، خليك معايا. بص يا باشمهندس لا زين، خليك معايا جاي في بالملايين. الامتحان، جاي في الامتحان أيوة يعني عليها. ماسكة فيها ليه؟ يبقى أكيد جاية. ركز معايا بقى. بص يا باشمهندس نركز في ده. ده هنا هو اداني السبنت ماسك اصلا، اداني الماسك، اوكي؟ هعتبر ان المساله دي ما ادانيش هو الماسك، تمام؟ طبعا في الحاله دي لو انا بصيت للماسك هنا 255 255 255 قد كده 324 24 ده 26، تمام؟ ده 26، دي كانت سلاس 26، تمام؟ عمل ايه في السلاس 26؟ فكها من على الشمال 8 8 8 2، تمام كده يا شباب؟ 255 255 255 192، اللي هي كانت 2 يعني، اللي هي واحدين 6 صفار، تمام؟ اي حاجه فوق ال 100 فوق، سوري، ال 255 ما بنرجع بيها، يعني اي حاجه فوق 255 نزلها زي ما هي، زي ما منزلها كده اهي 172 16 2، ماليش دعوه بيها، ما بقربش منها. الباقي بقى بحوله اللي قصاد الصفر او قصاد اللي عندي بالنسبه لي هنا كده، اللي مثلا هنا 192 بحوله زي ما هو محوله. انا مثلا هنا في المساله ديت الحاجات اللي على الجنب دي ثلاثه اوكتت اللي على الشمال دولت مالناش دعوه بيهم، سيبهم له ثابتين، انا ما بحبش احولهم، اصل انا هوجع دماغي ليه واحول 16 وال172؟ ما انا كده كده هنزلهم زي ما هم. امسك الجزء الاخراني، بعمل ايه في الجزء الاخراني بقى؟ بعمل الخط اللي انت شايفه ده. الخط ده ايه بقى؟ الخط الفيصل بين الهوست بورشن والنتورك بورشن. بعرفه ازاي؟ بعدد البيتس اللي هو مدالي في المساله. هو هنا كانت مدالي في المساله 24، خلاص البتاع ده مش كان بيكتب زمان، مش كان فيه كده؟ دكتور بصراحة وأنا مش انتوا مجمع خالص. اسمعوها الأول، ولو فيها مشكلة نعمل معاها مراجعة تاني للأي بيهات بالذات. اسمعوها بس، اسمعوا المحاضرة، لأن أنا حلاها بالقلم، والقلم بتختلف خالص عن اللخبطة دي. يعني السبت الجاي يا دكتور في محاضرة؟ عارف فاضيين، أنا موجودة، أنا ورايا إيه؟ موجودة، ممكن نشتغلها تاني، إيه المشكلة؟ خلاص تمام يا دكتور. وكده كده مفيش يعني المفروض مفيش امتحانات ثقافية يوم اه السبت. طب يا دكتور السبت الجاي ده نبقى عندي فكرة حلوة، احنا نفتح البتاع ده عادي وزي